مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب على غزة، خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في عدة مدن رئيسية في أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، حيث تجمع آلاف المحتجين في لندن وباريس وروما وبرلين ومانيلا وكيب تاون للضغط على دولهم من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحرب واستعادة الهدوء في منطقة الشرق الأوسط. وفي العاصمة الألمانية برلين، رفع آلاف المتظاهرين لافتات الاحتجاج التي تطالب بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية الدموية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء، وكذلك وقف إطلاق النار بشكل عاجل في لبنان، وانتقدوا العنف الذي تمارسه الشرطة الألمانية ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ألمانيا، مرددين شعار عام على الإبادة الجماعية. وفي العاصمة الفرنسية باريس، خرج آلاف الفرنسيين رافعين الأعلام الفلسطينية دعماً لحق أهالي غزة والضفة في الدفاع عن أراضيهم ضد العدوان الإسرائيلي، مؤكدين على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وكف العدوان، كما عبروا عن خشيتهم من اندلاع حرب إقليمية تطول عدداً من دول منطقة الشرق الأوسط، ما يتسبب في أزمة عالمية، في إشارة إلى تبادل القصف الإسرائيلي الإيراني. وفي لندن التي طالما شهدت خروج أكبر عدد من المظاهرات خلال الحرب على غزة، خرج آلاف المتظاهرين الرافضين للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، حيث شارك آلاف اللبنانيين المتشحين بالكوفية الفلسطينية المعروفة رافعين أعلام لبنان وفلسطين، وأكدوا أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في بلدهم تشبه التي تحدث في غزة، وهو أمر لا يمكنهم تحمله، خاصة وأن عائلاتهم بالكامل توجد تحت القصف في لبنان حسب تعبيرهم. وفي مانيلا عاصمة الفلبين، اشتبك ناشطون مع شرطة مكافحة الشغب بعد منعهم من تنظيم مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الفلبينية، احتجاجاً على قيام الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بالأسلحة. مع الذكرى الأولى للحرب على غزة واشتعال أخرى في لبنان، تتجدد المظاهرات الرافضة للجرائم الإسرائيلية حول العالم بما فيها الولايات المتحدة، التي أكدت منظمات عدة نيتها تنظيم مظاهرات حاشدة للضغط على البيت الأبيض لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف إطلاق النار ومنح السلام فرصة في المنطقة التي تتوسع فيها الحرب من منطقة لأخرى.